بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. هنكمل المثال اللي احنا كنا بنحله، الصف الأول الإعدادي الترم الثاني رياضة. إذا كانت س بتساوي ناقص 3 على 2 وص بتساوي نص وع بتساوي ناقص 4 على 3، فأوجد في أبسط صورة القيمة العددية لكل من س أس 2 ناقص ص ع أس 2، والمقدار الثاني س أس 2 ص أس 2 ع أس 2 على س زائد ص. المسألة الأولانية س أس 2 ناقص ص ع أس 2 بتساوي، هنعوض عن كل متغير بقيمته اللي هو مديهالي، سين بناقص 3 على 2 بس هي الكل أس 2، والصاد ناقص صاد الصاد بنص، والعين ناقص 4 على 3 الكل أس 2. هنعوض، عوضنا عن المتغيرات وبعد كده هل هنشوف في المسألة هل في حاجة عاوزين نخليها لبسط ومقام؟ ما فيش، كلهم بسط ومقام، يبقى خلاص هنوزع الأس على البسط والمقام في المسألة كلها. فهتبقى 3 أس 2 ب9 و2 أس 2 ب4 ناقص نص زي ما هي لأن ما فيهاش أس، وهنا الأس 4 على 3 كل أس 2 يبقى 4 أس 2 ب16 و3 أس 2 ب9. في اختصارات الاتنين دي هتروح مع ال16 هتبقى 8، فهتبقى بالصورة دي 9 على الأربعة ناقص 8 على 9. دي طرح عددين نسبين. في العددين، في طرح العددين نسبين في طريقتين. الطريقة اللي احنا نخلي المقامين كلهم شكل بعض، بس لو ما قدرناش كنا ممكن مثلا نخلي الاربعة دي 9، بس ما قدرناش بحيث نطرح اللي فوق واللي تحت والمقام يبقى زي بعضه عادي. بس لو ما قدرناش في طريقة ان احنا هنضرب الطرفين دول في الوسطين، يعني هنضرب الطرف دوت مع دوت ونحط قيمته هنا، ونضرب الطرف ده مع ده ونحط قيمته هنا، ونروح ضربين المقامين في بعض. دي طريقة طرح العددين النسبيين. هنضرب 9 في 9 ب81، و4 في 8 ب32، طبعا هنا الإشارة السالبة فوق، ونحط كسر شرطة كسر كبير، ونضرب المقام في المقام 4 في 9 ب36، وبينتج انه القيمة بتساوي 49 على 36. المسألة التانية س أس 2 ص أس 2 ع أس 2 على س زائد ص. شرطة الكسر دي بنقلبها على، لو المسألة مشيت عادي وما احتاجتش ان احنا نغيرها لضرب فبنخليها على زي ما هي، بس لو اضطرينا نحولها لضرب طبعا بنروح عاملين ايه في المقدار التاني، بنروح حاطين البسط، بنروح حاطين البسط في المقام والمقام في البسط لو احنا عاوزين نحولها لمسألة ضرب. هنعوض بالقيمة، هنعوض ده كل كده كده البسط، وده المقام، ده المقام، هنعوض بقيمة سين اللي هي ناقص 3 على 2 كل أس 2 اهي، وصاد نص الكل أس 2، وعين أس 2 ناقص 4 على 3 أس 2. ده البسط، خلصنا البسط. نقول على، دي شرطة شرطة الكسر بتبقى على، وبعد كده نحط المقام، هو عبارة عن ناقص 3 على 2 زائد صاد اللي هو نص. هنختصر بقى مقدار مقدار، وبعد كده هنشوف القسمة هل هنحولها لضرب ولا مش هنحولها لضرب، وممكن تختصر عادي. هنمسك البسط، البسط عبارة عن ناقص 3 على
الاتنين كل قوس اتنين، فهنوزع القوسية دي للبسط وللمقام، فتبقى ناقص تلاتة. طب كمان قبل ما نوزع هنشوف الإشارة السالب، هل الإشارة السالب تنتمي للأسية دي؟ اه. طب الأسية دي عدد زوجي؟ اه عدد زوجي، يبقى الإشارة هتبقى موجب وهتطير وخلاص، مش هتبقى موجودة. طيب 3 أس 2 9، 2 أس 2 4، في نص نص، 1 أس 2 بـ1، 2 أس 2 بـ4، في ناقص. الناقص طبعا بردك هتبقى تبع الأسية 2 عدد زوجي، يبقى مش هتبقى موجودة، هتبقى إشارة موجبة وهتطير. يبقى 4 أس 2 بـ16، 3 × 3 أس 2 بـ9، فأربعة في أربعة هنا بـ16. طب دي هتروح مع دي، 9 على 9 هنا تعتبر، دي هتروح مع دي، هتبقى النتيجة 1، المقدار ده هيبقى 1. طيب نشوف المقدار التاني، ناقص 3 على 2 زائد نص، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طرح عددين نسبيين. الإشارة بس هنا بتبقى في البداية. طب ما احنا ممكن نحولها لكده، نص ناقص 3 على 2، المقامات هنا متساوية، طب يبقى تنزل زي ما هي 2. طيب 1 ناقص 3 تبقى ناقص هنا 2، 1 ناقص 3 الإشارة السالبة تنزل، وتلاتة ناقص 1 يعتبر يبقى 2، يبقى 2 على 2 يساوي 1، المقدار ده برضك ساوى 1، 2 على 2 ساوي 1. طب 1، وطبعا بالإشارة السالبة، الإشارة السالبة نزلت. طيب 1 على ناقص 1 يعني بتساوي ناقص 1، تمام كده. مثال آخر، أوجد في أبسط صورة، إذا كان س بتساوي ناقص 3 على 2، وص بتساوي نص، والعين بتساوي ناقص 4 على 3. المسألة الأولانية س أس 2 على عين أس 2، على عين أس 2. طب أدام شفنا على، يبقى هنفكر في إن احنا هنحول العلى دي لفي، وطبعا بنقلب شرطة الكسر في المقدار التاني زي ما هنشوف دلوقتي. هنعوض عن السين، السين عبارة عن ناقص 3 على 2 الكل أس 2، يبقى الكل أس 2 ناقص 3 على 2 الكل أس 2، على عين أس 2 يعني، والعين ناقص 4 على 3 الكل أس 2. طيب هنشوف المقدار الأولاني، هو عبارة عن ناقص 3 على 2 الكل أس 2، الإشارة السالبة هتروح على أن ده عدد زوجي، هتبقى موجب. 3 أس 2 على 2، بعد كده هنتخلص من الأسية دي، بس هنخلص ونشوف الإشارات الأول. ناقص 4 على 3 دي عدد زوجي، برضك هتبقى موجب، تبقى موجب 4 على 3 لكل أس 2. بعد كده هنوزع الأسية، 3 أس 2 على 2 أس 2 على هنا 4 أس 2 على 3 أس 2. طيب 3 أس 2 9، و2 أس 2 على 4، بس هنحول العلى دي لفي، وطبعا هنا في المقدار ده 4 أس 2، ادام حولنا العلى لفي طبعا ايه هنشوف دوت المقدار ده بيساوي كام، 4 أس 2 بـ16 على 3 أس 2 بـ9. طب نروح قاربين بقى شرطة الكسر، نروح نخلي المقام فوق والبسط تحت، فتبقى 9 على 16 مضروبة طبعا، تمام، في دي العلى دي تحولت لفي. طب 9 × 9 بـ81 و4 × 16 بـ94. المقدار الثاني، 9 س ص أس 2 زائد 4 ص أس 2 ع أس 2، هنعوض بردك عن السين والصاد والعين، سين ناقص 3 على 2 مضروبة في 9، في صاد أس 3 يبقى نص أس 3، زائد 4 في نص الكل أس 2
في عين ناقص 4/3 الكل أس 2. الإشارة السالبة بتاعت السين دي هتفضل زي ما هي، لأن أصلا ما فيش أسية، والأسية هنا تعتبر بواحد يعني عدد فردي، فهيبقى هتبقى سالب. النص دي هتبقى هنوزع الأسية، واحد أس 3 بواحد، 2 أس 3 بـ8، زائد 4 نص أس 2، واحد أس 2 بواحد، 2 أس 2 بـ4. بس هنا مش هنوزع لسه، بس هنشوف الإشارة. الإشارة هنا سالبة والعدد هنا زوجي، الأس هنا زوجي، يبقى هتروح فهتبقى موجب 2 أس 2 على 3 أس 2. ناقص 9 بـ27 ناقص 3 في 9 بـ27 على 2 في 8 بـ16، زائد 4 في 4، ودي هنا 4 أس 2 بـ16 على 3 أس 2 بـ9. 4 ومع الـ4 دي هتختصر، 4 دي فوق والـ4 دي تحت، هتختصر مع دي تبقى 16 على 9 بس لوحدها، ناقص 27 على 16. ده عبارة عن لما نلاحظ كده، هي عبارة عن طرح أسس، طرح أعداد نسبية مع بعض. فهنخلي الإشارة الموجبة قدام، فهتبقى 16 على 9 ناقص 27 على 16، زي ما احنا عارفين. نروح ضربين وسطين في طرفين، ونروح ضربين المقامين مع بعض، لأن هنا مش هنقدر نخلي 16 9، ولا هنخلي 9 16. فنروح عاملين نفس الحكاية دي، بس نخلي ايه الإشارة السالبة دي في النص، نحولها لعملية طرح الأعداد النسبية مع بعض، ونروح ضربين 16 في 16 بـ256، ونحط المقدار دوت، نحط ضرب حاصل ضرب المقدار دوت قدام هنا فوق، وتسعة في 27 بـ243 بعد الإشارة، ونروح حاطين شرطة كسر كبيرة، وضربين المقام في المقام 9 في 16 بـ144، هينتج الناتج 13 على 144. المسألة مسألتين الأخرانيتين، اوجد حجم المكعب الذي طول حرفه 4 ن على 5، وحدة طول، وحدة طول. لو هو مش مديني وحدة طول، هيبقى الناتج حجم المكعب لو هو بالسنتي هتبقى سنتيمتر تكعيب، ولو هو بالمتر هتبقى متر تكعيب. احنا عارفين ان حجم المكعب بتساوي طول حرفه الكل أس 3، ده المكعب شكله، وده طول حرفه، ده طول حرف واحد بس. فهنعوض عن طول حرفه، هو مديني طول حرفه بدلالة نون 4 ن على 5، فهنعوض هنا طول حرفه 4 ن على 5 الكل أس 3. طيب ممكن نحلها بطريقة تانية، بس هنضرب الـ4 ن على 5 دي 3 مرات، وهي هتبقى عبارة عن 4 × 4 × 4 × 64، ونون نون نون، يبقى هنا نون مضروبة 3 مرات، يبقى نون أس 3 على 5 × 5 × 5 × 125، وحدة مكعبة. ممكن هنا نحلها بطريقة تانية، نقول 4 أس 3، نعوض نوزع الـ3 دي فوق وتحت، بس هنوزعها على هنا وعلى هنا، 4 أس 3 في ن أس 3 على 5 أس 3، 4 أس 3 بـ64 على 5 × 3 = 125، طبعا نون فوق بردك في البسط، ن أس 3 وحدة مكعبة.
المثال الثاني، اوجد مساحة سطح المربع الذي طول ضلعه 4 س على 7 وحدة طول، والوحدة الطول هي عبارة عن الوحدة الطول هي عبارة عن لو هي بالمتر هتبقى متر متر أس 2، ولو هي بالسنتي هتبقى متر سنتيمتر أس 2 وحدة مربع. المربع ده طول ضلعه 4 س على 7، طول ضلعه 4 س على 7 مربع. مساحة سطح، طب احنا عارفين مساحة سطح المربع طول الضلع في نفسه. طب طول الضلع في نفسه هو طول الضلع الكل أس 2، بنعوض عن طول الضلع هو 2 س على 7 الكل أس 2، بتساوي 2 س على 7 أس 2، 2 س أس 2 على 7 أس 2، يبقى 2 س عبارة عن 2 أس 2 في س أس 2، يعني 2 أس 2 ب4 وس أس 2 عادي على 7 أس 2 ب49. إن شاء الله نتقابل في الدرس التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.